يلا نعمل العصير. عندنا جوافة، عندنا رمان، عندنا سكر، عندنا عصير ليمون، وعندنا سكر حسب طبعا الرغبة وحسب تسكيرة الفاكهة اللي عندنا. هتحط كل ده في الخلاط. أيوة المقادير معاكم اهي على الشاشة. هنحط كل ده في الخلاط وهنصفيه ونقدمه. وهنا كده خلاص، ونقفل على الزيت عشان ما يبقاش فيه اي مفاجآت غير سارة، وهسيبهم يهدوا شوية وبعدين ارجع لهم تاني علشان اقدمهم في الطبق. هنعمل ايه في العصير؟ زي كل عصير مفيش يعني طريقة. ادي السكر، ادي عصير الليمون، وادي الفانيليا. انزل عليهم بالحبوب بتاعة الرمان. الرمان من الحاجات الممتازة لعلاج فقر الدم او الانيميا وللوقايه منها برضو في نفس الوقت. وادي الجوافه، انا بحب استخدم الجوافه كلها عشان اخد فايدتها وطعمها وسكرها، وبعدين اصفيها يا استاذ حازم. عنديهم شويه ميه، معلش يا استاذ حازم كلمنا تاني. هديهم شويه ميه، ممكن كمان لبن لو حبيته، بس انا بحبها بالميه علشان احرك الخلاط بسهوله. في ناس العصاير دي ما بتحبش تصفيها، وفي ناس تحب تصفيها زي ما انتوا عايزين. بسم الله. يلا هاخد العصير هنصفيه. بس يا جماعه معلش سامحوني،